رجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية اللي أنا كنت بختم بيها الفقرة الأولانية وقلت عليها ضرب نار. ضرب نار ليه بقى؟ الأسبوع اللي فات أنا كنت ما بين اتنين إعلاميين، النهاردة ما بين اتنين هما الاتنين متحمسين ومتحيزين لعمل المرأة، وأنا هاخد الرأي التاني بتاع الرجالة في عدم عمل المرأة والدرو باكس بتاع تعالى نرحب الاول بضيفتنا الاستاذه دينا سمير موسى، رئيس لجنه المراه لجمعيه روح محبه الثقافيه، صح كده؟ استاذه دينا صباح الفل عليك، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ومعاكم الاستاذه ولاء خاطر الاعلاميه الكبيره. يعني مش لسه هيعرفنا. ازيك يا فندم؟ صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الشيكه، صباح اللون الاورنج والاحمر، واحنا عاملين كده شغل حلو. بدايه كده داخلين على عيد الحب. داخلين على عيد الحب. ما تطمنش فيها تحيز غير عادي. مزاجي بقى، احنا مع بعضينا صح؟ ورئيسه لجنه المراه وجمعيه الحب الثقافيه، ايه ليه الاسم ده؟ لان كل كلامنا عن الموده والحب والتهيئه النفسيه ما بين اي اتنين، سواء ازواج سواء اخوات سواء اي حاجه، ده فعلا بيحصل في جوه الجمعيه. اه طبعا، حتى احنا كاسره مع بعضينا كل حاجه بالحب. ما فيش دكتور بنداري ربنا يدي الصحه رئيس مجلس اداره الجمعيه، بصراحه هو اللي يعني لازم رئيس الفريق لازم يكون هو اللي عنده هو عامل تيم ورك بحب بالظبط. ف معلش حضرتك، يعني انتوا الاثنين لو في اتنين بيفكروا يتجوزوا بيجوا لحضرتكم وحضرتك بتهيئوه نفسيا؟ لا يا فندم، احنا زي مبادره اللي هو مصري زائد مصري يساوي مصري. تمام. فانا ماسكه لجنه المراه. تمام. تمام. ده حضرتك كنت بتقدمي وبتقولي انا بنهيئ الازواج. لا، بقول بنتكلم عن الموده والرحمه والحب، يعني معظم مؤتمراتنا عن كده. هو بتتكلم بصفه عامه او بصفه عامه في المؤتمرات بتاعتنا. اه المؤتمرات دي بنخاطب فيها الناس. بنخاطب فيها الناس، الضيوف والناس اللي بيحضروا لنا، يعني بنحاول ننشر الحب والسلام في ما بين الناس، حتى الازواج، حتى الاسره، الاطفال بينهم من بعض، الاخوات، يعني المهم ان مبدا الحب يكون موجود. شايفه عمل المراه يؤثر على الحب المتواجد بين الاسره؟ هو مش بيأثر على الحب، هو في بيأثر ساعات سلبي وساعات ايجابي. لو هنقول بيأثر سلبي، لما بيكون عدى الحدود شويه، يعني ساعات المرأة من نوع ايه، ادام في مثلا شغل وعمل ممكن تكون مركزة، لو حست ان هو عائد عليها بزيادة قوي في المادة وفي المستوى الاجتماعي ومش عارف ايه وكده، ممكن تلاقيها في ناس بيجوا على بيتهم وعلى اسرتهم وعلى حياتهم الأسرية الخاصة يعني. وده طبعا لا، هو انا بتكلم بجد فعلا، وده طبعا ده سلبي. تمام. عارفه ايجابي، انا بعتبر ان يؤثر ايجابي في حاله واحده، لو هي موظفه حكوميه ميعادها معروف زي زوجها، زي ميعاد مواعيد مدرسه ولادها. ما تجيش بوقتها على حق اطفالها او بيتها بالظبط. لا، لو هي تيجي على حقها يبقى البيت اولى بيها. تمام. بصراحه انت قلتي كلمه كده في الوسط اللي هي حته الفلوس او انها يبقى ليها مرتب. الماده، هل الماده لازم يبقى ليه ذمه كده ماليه ما بين المراه والرجل والموضوع بحري، ولا المفروض ان كل واحد فيهم الذمه الماليه، خصوصا للمراه، خصوصا للمراه بما نتكلم في لجنه المراه؟ فهمكي. بصي، عامه الحاجات دي بتبقى على اتفاق. اتفقنا. في حاجه بالنسبه للمراه بتحسها؟ لا، قصدك ايه اتفاق؟ اصل مستحيل يعني يبقى داخل. لا يعني بتبقى مش اتفاق، يعني زي مثلا الراجل والست مساله ذوق، يعني انت البيت محتاج لك، محتاج انك تدي فيه. ده بيتك، اصل بيتك ولادك، يعني مش لازم. انا قصدي السؤال ده لان في ناس بتفهمه غلط. يعني الذمه الماليه للمراه عموما، يقول لك ما دام بتشتغل لا اصرفي، انت لازم تصرفي. لا، هو لا، مش صح بالظبط كده. لا، مش شرط، دي بتبقى تذوقا منها. يعني بصي، بنات الاصول عامه الحاجات دي ما بتفرقش معاهم خالص. بالظبط. الله ينور عليك. لا، تاني حاجه الأصول. لا، ثانيه واحده بس، ورجاله الاصول، الرجاله ما بيطلبوش اصلا، ما بيستنوش الست تدي. والراجل بمعنى الراجل هو المفروض بالظبط كده، هو مسؤوليته الاولى على الصرف، هو الصرف على البيت. بالظبط. زي بالظبط، زي بالظبط، ما هي المراه مسؤوله عن تربيه النشا. ايوه بالظبط كده. وعايز اقول لحضرتك على حاجه كمان. لا، يا دكتور. لا، وعايز اقول لحضرتك على حاجه يا فندم، دي مسؤوليه مساعده مش مسؤوليه اساسيه. زي ما هي الست، طب ما هو زي ما الست بمناسبه ممكن تساعد جوزها، انما ده مش فرض عليها. مش فرض عليها. فالراجل ممكن بمعنى اخر ايه؟ هو النهارده الطفل وهو صغنن سنه او سنتين، مين اللي هيتولى الكيرنج ليه، الرعايه ليه؟ الام طبعا. صح؟ هو انا برضو مش ده اللي اقصده، انا بتكلم ان الاهتمام او تربيه الطفل هو لازم رعايه الاثنين.
ما ينفعش نقول ده دور واحد، ولو ما نفعش مثلا او حصل تقصير من المراه يقول لا قصدي تربيتك، لان احنا بنسمع الكلام ده كتير. لا صح، احنا دخلنا كده، فهماني صح ولا كلامك؟ هو دور المرأة، هو الاب ليه دور والام ليها دور، اوكي، بس الاب دوره اكتر لما يهتم بالام هيديها الطاقه الايجابيه اللي تحافظ بيها على الطفل. انا بقى عايزه ادخل ولا ايه راي حضرتك؟ هو لو يعني مش شرط ان هو يقعد بالطفل، يعني ما هو برضه ليه مسؤوليات ثانيه، اصل الراجل كل شغله بره. بامانه بامانه، بما انك لجنه مرأة وبتشوفي حالات كتير، مش نفسيه المراه تؤثر تاثير مباشر على تربيتها للاطفال؟ ده اكيد الام مدرسه اصلا يعني. ومين اللي بيأثر على نفسيه المراه؟ على حسب الزوج، ممكن العامل الخارجي بره، ممكن اي عوامل خارجيه ومعها الزوج طبعا. نمبر 1 سؤال اتفضل. مش الزوجه بتؤثر تاثير مباشر على الرجل؟ لا الراجل ما حدش بيأثر عليه. لا 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 لا، الراجل ما حدش بيأثر. لا على فكره الراجل بيتأثر باقل كلمه والله العظيم. والله العظيم بيطلع بره يكفر دماغه. وانت قاعده مفكر اعمل ايه؟ بس طبعا ما ينفعش اعملها، وفكر اجي اقعد جنبك ليه؟ وانا وانت ان انا بقى بينج بونج. لا والله لا، اصل الموضوع اصلا يعني انا بتكلم والله منطقي جدا، يعني المفروض بالطريقه الصح. اصل بصي، مش عشان خاطر ان انا في لجنه المراه اذا لازم كله مراه مراه مراه. لا لا مراه، مش ان المراه اصلا هشه بطبعها. استاذه لو سمحت حضرتك ممكن اقعد جنبك؟ اتفضل. تحت امر حضرتك. انا جيت لحضرتك. ايوه، طبيعه المراه بتبقى هشه، يعني ممكن اي حاجه تنرفزها واي حاجه كمان تاخدي بخاطرها. انا دايما بقولها للناس، يعني خدوا بالكم ان سبحان الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده، مش احنا اللي مش بص ده لو مش المرأة مش على فكره مش تحيزا للمراه او الرجل طبعا، بس انا دايما اقول للراجل خد بالك منها لانك ستسال عليها. اكيد اكيد. اول نمبر 1 الست او البنت. يعني في ناس تقول لك لا الولد اهم. لا 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 لا، احنا حتى التفكير ده غلط. خد بالك ان البنت هي النشء بعد كده لاجيال قادمه. حط فيها الزرعه الحلوه، حط فيها الكلمه الحلوه، حط فيها الحب هتدي حب، هتحط فيها انانيه هتدي انانيه. خلي بالك من حاجه برضو، وبيعتمد برضو على برضو الولد نفسه، لازم يتعود من هو صغير ان هو ما يبقاش ماشي بطريقه السيد. الله ينور عليك. لازم انا اولادي نفسهم في البيت معودهم يساعدوا ماما بدل ما يبهدلوا البيت لماما. لا طب ما تساعدوا ماما هم يفرحوا ويتعودوا. شطاره وذكاء على فكره بالظبط. ويساعدوا. معلش هو ممكن نقول حاجه؟ معلش عشان في تليفون جاي لي انا مخصوص، بس هو مفاجاه بس مش عارف هو مين. انا يا عم عاملين له جاي لك مخصوص؟ انا انا هم قالوا لي التليفون مخصوص. دكتور علاء لا انا كده في تحيز كده صح؟ قالوا لي بس استنى بس قبل ما التليفون مفاجاه يخش عليا انا مش عارفه. رايك على حاجه؟ طب هو ليه؟ طب ما ينفعش العلاقه تبقى علاقه رايح جاي، يعني هما الاثنين يتبادلوا الحب والمودة. يعني الله ينور عليكي، يعني انا ادي لمراتي الحب ومراتي تديني الحب، وده ينعكس بالتاكيد على الاطفال. بالظبط، هو ده اللي انا عايز اقوله. على فكره عايز اقول لحضرتك ليه حضرتك جايه في صف المراه؟ المفروض المراه هي اللي تاخد. لا بس انا ده انا عايز اقول لحضرتك عليها دايما. يا عم دخل لنا يا عم التليفون يا حبيبي، والنبي التليفون ده يجي في صف. نشوف المخصوص ده لينا ولا مين؟ طيب طب معانا اتصال تليفوني. مين يا استاذ محمد؟ لا مش سامع. مين دخل لي التليفون؟ الو الو دكتور علاء صباح الخير يا حبيبي. ام مصطفى فينك من زمان؟ وانت فينك من زمان يا ام مصطفى؟ يا نهار بالمناسبه دي احلى مفاجاه. ربنا وحشني وحشني خالص. وعايز حضرتك تسيبي تليفونك في الكنترول بعد ما نقفل معاكي. انت وحشني جدا على فكره والله. والدكتوره غاده وفريق العمل، بس انا كنت فعلا بعيد عن التلفزيون 4 شهور كده. لا السلام عليكم كده. ربنا الحمد لله رب العالمين. بس والله العظيم انا اتصل بالاستاذ محمد الملكي ربنا يبارك فيه، رن عليا امبارح بالليل توصلت مع الاستاذ محمد قلت له اسمع صوت الاستاذ علاء، انا مخي ملخبط مش مركزه. الله يخليك يا حاجه ومصطفى. ربنا يخليك. انا مستنياك على فكره من بدري خالص. لما قال لي حضرتك النهارده ده شرف ليا والله العظيم. والله ده شرف ليا والله يا حاجه مصطفى. لا حقيقي وحشتوني خالص خالص. ازيك يا دكتور علاء؟ الله يخليك يا حاجه مصطفى. بسلم عليك وعلى الدكتوره غاده كتير كتير، وبسلم على ضيوف البرنامج الدكتوره دينا والدكتوره ولاء. ربنا يبارك فيهم يا رب. موضوع جميل اكيد النهارده. الله يخليك. نسمع راي حضرتك في الموضوع اللي بنتكلم فيه، المراه وعمل المراه. وعارف حضرتك ست عامله. هو عمل المراه اكيد هو دلوقتي بقى شيء حتمي على فكره. من زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هو ما بقاش رفاهيه الدكتور علاء زي ما قلت لحضرتك، هو بقى حاجه ضروريه. مش دلوقتي الست بتشتغل مش رفاهيه منها او حاجه لاثبات ذاتها او قيمه ذاتها، لا بقدر ما هو فرض احتياجات الاسره، احتياجات البيت. تعالي اقعدي جنبي والنبي. عمل ضروري. تعالي اقعدي جنبي. هو قاعد جنبها، تعالي انت اقعدي جنبي. ام مصطفى اي حاجه تقولها تبقى صح. هو بدليل يا دكتور علاء، انت عارف انا جد على فكره. طبعا بناتي وجيراني وزمايلي في الشغل بتقول لي شوفي لي عروسه لابني بس تكون عامله. ليه؟ ان الست العامله سبحان الله تعالى بقت الست بتثبت وجودها. انا مش بطلع الشغل عشان رفاهيه مني، عشان انا واخده دكتوراه وواخده. حاجة ام مصطفى انا هضطر اعمل حاجه وانا بعملها انا متضايق. احنا هيبقى في بينا تليفونات كتير الفتره اللي جايه،
بس عشان الوقت دخل علينا فبالتاكيد لينا اتصال تاني يا حاجه ابو مصطفى، واشوفك على خير دايما واسمع صوتك دايما على خير. نرجع لك تاني يا قمر. نكمل بقى. كان في حته كنت عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضلي يا فندم. جزئيه ان حته الانسجام الماليه ارجع تاني ارجع تاني مكانك اهي. نرجع مع بعضينا الاستاذه ولاء. بص اقول لك على حاجه، الفلوس او الماده عامه ملهاش اي قيمه جنب الست اللي متجوزه راجل بجد. الله ينور عليك. طب ما انا قلت ده والله عظيم. فانت لما بتقولي كده فانا بقول لك كنت لسه هكمل يعني ارجع تاني مكانك ليه مش فاهم؟ رجاله الاصول. لا ما انا عارفه ان رجاله الاصول طبعا. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. ودي في تربيه البني ادم. بالظبط. يعني حتى الكلمه اللي حضرتك قلتيها دلوقتي دي في تربيه البني ادم. صح. ان مين يسمح ان مراته تصرف مثلا عليه؟ لا في رجاله بتسمح. في انا بقول لك انا بتكلم في رجاله بتضع شرط الجزئيه دي. مش خدتيش بالك في رجاله بتضع شرط ان الست المراه عاميه عشان تريح. لا 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 هقول لك ليه؟ هقول لك ليه؟ عشان يشيل من دماغه مصاريفها، لان الست بقى ليها طلبات كتير. يا استاذه ولاء يا ريت الموضوع على كده. لا مش بيشيل مصاريفها ده علشان تشيل دماغه البيت كله اصلا. هو بيكبر بقى. هو بيكبر هو كده بيكبر. ما بيطلب الطلب ده يبقى هو بيكبر. طب افترضي ان خدها عامله وبعد فتره تعبت او حصل لها اي ظرف قالت له انا عايزه اقعد في البيت. اه بس معنى ذلك ان هي تشتغل. تفتكر يحصل ايه؟ وتسيب تربيه النشء؟ تفتكر يحصل ايه؟ انا بتكلم لسه مفيش تربيه نشء اهو. انا بتكلم عموما. هو دلوقتي حصل لها ظرف. متحيزه متحيزه. حصل لها ظرف وقالت انا هقعد. تفتكر هيبقى رد فعله ايه؟ لو هو ده من طلب اساسي في جوازه من حد. تقعد. لا انا بتكلم تفتكر هو رد فعله. لا رد فعله يخصه ما يخصهاش. فهمتي بقى؟ مش عاجبه خلاص. تخيل المشكله هتبقى بس هي مشكلتها من الاول ان هي وافقت ان هي تساعد الرجل في مصاريف البيت بس. الموضوع الباب هو المفروض اصلا ما يكونش شرط الزامي عليها. هي بتبقى حاجه طبعا. يعني فهمني دي بتبقى حاجه تذوقيه منها او ذوقيه منها. صح. لكن هو ما يفرضش عليها وهي ما توافقش لو فرض عليها. فاهم قصدي؟ ما هو ساعتها هي الغلطه اللي عندها. الموضوع هي ده. قلت لو هي لو الواحده كده ما اتدلعتش ولقت ال يا فندم الراجل محتاج برضه يتدلع. الاول هي اديها حقها تديك. انا ليا رايي بصراحه. لا 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 ادي بص يعني منجحها زي ما بقول ودلعها. اقسم بالله العظيم ده يرجع لها. انا هنا بمثل الجانب الرجالي. انا على فكره يا جماعه والله يا جماعه لو المراه ضعيفه فالراجل طفل على فكره يعني برضو بيجي بكلمه بيجي هتحسسك على طول يعني شبعها تشبعك دلعها تدلعك. اما مش تقولي العكس ما تستناش منها يقدم سد تلاقي حد. والنبي نصيحه للساده المشاهدين انتوا الاثنين تدلعوا بعض في نفس الوقت واللذيذ في الامر الناس اللي ورا الكاميرا عاملين. على فكره عايز اقول لك على حاجه. عايز اقول لك على حاجه. طب اقول لك على فجاه. طب وانت شايف اللي ورا الكاميرا رجاله وستات هم الاثنين موافقين على كلامك؟ لا 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 عليك لا هو بيضحك على فكره. الاثنين يدلعوا بعض والله العظيم. على فكره يا ولاء بكلمه واحده والله بكلمه الدنيا ممكن تمشي والدنيا طبعا. ما بقول لك هو لو قبل ما ينام مثلا قال لها بحبك ولا هي مثلا اول ما يجي من بره قالت له وحشتني ولا ما تكونش عليه هو يغرم اصلا اللي بيخليني لو هي حتى جاي داخل عليها مكشر من البيت هي قابلته بابتسامه يمكن هو متبهدل بره من مديره ولا اي حاجه ولا اي ما تعيش مني يعني ممكن الناس تقول ولا حضن برضه خلي بالك الست برضه ليها برضه دور اقطع بيقول لك بس انا ممكن اقول حاجه اتفضل. احنا لازم نقدر ان الست فعلا بتعمل مجهود غير عادي. اه طبعا. ولازم نقدر ان الست بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت. ولازم نقدر ان الست لازم تصعب علينا. ولازم نقدر الست الكلام ده للرجاله بالمناسبه. ايوه لازم تصعب علينا. ما انا بتكلم انا برد معاك. ولازم نقدر ان الست بتمر بظروف غير طبيعيه على مدار شهرها. ولازم نقدر ان تربيه الاطفال حاجه يعني حاجه مهلكه. الست ولازم نقدر على فكره انا حضرتك لما بخش المطبخ ده اوفر لود شغلها ده اوفر لود فعلا جوه البيت. الست بقى انا شايفه ان العمل طب ما تيجي نظبط المعادله بقى. الستات ما تشتغلش ما يا ريت ينفع انت عارف. لو طب انا هقول لك على حاجه ما تزعلش مني في الكلمه اللي هقولها ويمكن حضرتك تقولي لي انا صح ولا حاجه. لان احنا دايما بيجي لنا مشاكل ورسائل على الصفحه بسبب الموضوع ده. لو الست قعدت في البيت ما تزعلش مني بتبعد جدا عن الوسط الخارجي فالحته دي بتقف. خير الامور الوسط. فالراجل يقول لك ايه مش عاجباني اصلا ما بقتش متفاهمه ولا فاهمه ظروف الحياه. لا كده بينفع على كده بينفع. خير الامور انت والله العظيم والله جاي على كده جامد جدا والله. مش فاهمه امور الحياه رغم ان انا عمال اقول كلام. بتبعد عن اسمعني بس اقول لك على حاجه. مش قصه بتبعد هو اللي بيحاول يبعد. عارفه لو هو بيجي يتحاور معاها ويتشاور معاها يوميا في اللي بيجرى بره واللي هو بيقابله بره ما اكيد هي برضه دماغها تنمو معايا على الاقل الفكره هيتقارب. استاذ صح ولا لا؟ عايز اقول لك على حاجه بالنسبه. انت عارفه اكتر واحد برضه احنا دي غلطه في الراجل على فكره مش في الست. ما عندوش استعداد يجي يتكلم وعايز يريح. اكتر حد لا هو يتكلم. احنا برضه هو كتر خير هو شغال. اكتر حد خسران في هذا الموضوع هو الراجل مش المراه. لان هو بالتاكيد زي ما الاستاذه قالت ان هو لو يجي يشارك المراه وياخد رايها وفكرها اكن عاشت بره معاه بالظبط. انت انا عايز افهم حاجه بس يعني خلينا واقعيين يا جماعه. انت دلوقتي طالع عينك بره او الراجل طالع عينه بره يا جماعه هيرجع بيته عايز يتكلم في اللي حصل له
وبكل تفاصيله مع مراته. ممكن حلو. بصي ترجع للرغبه على فكره. لا لا لا, 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 لا عايز يجري في الحته دي. بترجع للرغبه. لو الراجل دي رغبه يتكلم مع مراته ويدلع مع هيتكلم. ويخرج. ممكن ما يتكلمش معاها خالص, ليه مثلا بيتكلم في التليفون مع واحد صاحبه مع اي حد. دي انا لسه قايلها في الحلقه اللي فاتت مع الاستاذه بسنت, بترجع لرغبه الراجل. انت عايز اصلا تتكلم مع مراتك ولا حتى انا بيني وبينك بقى هاجي على الست شويه بقى في الحته دي. هي وشطارتها, بص ده بيها هي وشطارتها في لما يتكلم ما تقطعوش, تسيبه يتكلم ما تفوقوش, تكذبه لا تكذبه. انت وشطارتك انا برضو الكلمه دي. يبقى احنا نجحنا في الاخر نقول ايه؟ الاستاذه ولاء جت في صفنا هي بتقول ان الموضوع رايح جاي, ان هي لازم تسمع له ولازم تخليه يتكلم, هو لازم يحن عليها وتحن عليه. صح ولا لا؟ صح. اكد على حته ان النساء قوارير. خد بالكم الحته دي, مفيش والله العظيم عملنا ايه. ما تجوش قوي على الست وما تجوش قوي على الراجل. وبعدين لو الست شافت ان الراجل ده بيبي صغير, والله العظيم هتعامله زي ابنها. ولو اتعاملت زي ابنها او عاملته زي ابنها خلاص الموضوع خلص. والله هرجع اقعد جنبك. اضمني 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 ان هو راجع لك, راجع لك. والله هرجع اقعد جنبك, ما تزعيش مني في الكلمه. هرجع اقعد جنبك. ما خليك كلامك كلام كلامك جامد حلو والله العظيم. والله كلامك جامد جدا والله. خليك تقول لي كلام كويس. لو ادي بس والله العظيم جربها وهتدعي لي. ادي واعمل باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالك عليه. اديها بس الاول بذره الاولانيه, اقسم بالله العظيم غصب عنها هتتكسف وهترجع تاني تنام في حضنك. ده رايي مهما حصل. الحته والمعاملات بص بيرخم عليك. المعاملات الحلوه والله العظيم الكلام اللي انت كلامك كويس. لازم اقعد جنبها تاني. ده لي الكلام جامد جدا في الاخر. انا المخرج تعب معايا والله العظيم, عمال اقوم من هنا لهنا. والله العظيم اللي بتشتغل بتصعب عليا, ويمكن حضرتك اكتر واحده عشان مستوى المعيشه اللي بيجبر الست تطلع, فما تطلعش. ده اللي بيخليني ابقى مع الست غصب عني, مش عشان انا ضد الراجل. ما تبقاش طالع غصب عنها عشان لقمه العيش وتساعد جوزها, وعشان مكسوفه تطلب حاجه اوفر ليها او لعيالها وفي الاخر يتاخد عليها. هو ده اللي بتكلم فيه. لا خليك بقى الحته دي جواك. لا صح. ويمكن صح. حضرتك اسيب لك بقى المجال للحوار ده شويه. يعني الجزئيه دي لازم يحس بيها برضو الراجل. فده اللي خلاني اتكلم في جزئيه المراه والرجل, وخصوصا في الشغل. ليكي بقى مطلق الحريه في الكلام. اتفضلي. انا اكتر واحد مبسوط بالحلقه دي, عارفه ليه؟ اشمعنى؟ كانت دايما الاستاذه ولا تقعد معايا تقول لي يا دكتور علاء عايزين نضيف الكلام كتير الكلام كتير, وهي تقعد ساكته. النهارده انطلقت وعارفه حضرتك يعني طب عايز حاجه سؤال بقى. شرقت والله العظيم. عايز حاجه سؤال. اتفضل. سؤال بجد والله. انت شايفه ان عمل المراه افيد للمجتمع ولا ان هي تبقى متفرغه لبيتها وتخرج برضو افيد للمجتمع؟ لا طبعا في عمل المراه بيبقى مفيد للمجتمع, ده ما فيهوش كلام. تمام. يعني لان معلش برضو كل انسان ربنا خلقه بيوصل رساله. بس احنا كأمهات بنتكلم في العموم. اوكي في العموم. لا اكيد برضو مفيد للمجتمع. هي لو هي دورها مش مفيد مش هتطلع من بيتها. ايه خليها تطلع من بيتها اصلا وتتعب وتشتغل ووقت يضيع عليها وكده. بس هو المشكله لازم يكون في ميزان شويه في الموضوع. يعني في توازن, انها تقدر ما تخسرش حاجه من الاثنين. انت خلاص قررتي تشتغلي, هو موافقك على كده, يبقى تحاولي ما توقعيش الاطفال في النص والبيت يقع في النص, ما يقعش في الحفره دي, لان ده غلط. لان في اخرها انت المسؤوله عنهم. بصوا والله في الدنيا والله انا هقول لحضرتك على حاجه فعلا بجد. المراه اللي بتلجأ للعمل هي بتزود حمل على حملها. والله ده اوفر لود. لان هي بتبقى ترجع لازم تطبخ, والصبح لازم تهتم بالاولاد وتذاكر مع الاولاد. بس بيبقى في ناس مضطرين يعني. الظروف الاقتصاديه دلوقتي او الظروف. لا صعب. معلش احنا بنتكلم في برضو اصلا مش عايز ادخل في جزئيه ثانيه, بس عامة تحس ان الطبقه الوسطى خلصت. مفيش طبقه وسطى يعني, فوق يا تحت. كله فكل دلوقتي ظروفه بقت يكدح في الحياه. فكله بيحاول ان هو ايه, يحارب زي ما بيقولوا, بيحارب عشان بيته. عايز على بيتها. استاذه ولاء وراها شغل جامد جدا بعد الحلقه. احنا هنضطر نقفل. ورايا شغل بعد الحلقه. وعشان كده برضه عشان حضرتك وراك شغل, وانا هروح على بيتها انام. ادي رجاله عشان النهارده يوم السبت بتاعي اجازه. ايوه شوف اجازه. هو هي كمان عماله. والله لا اكون في عونك. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر الاستاذه دينا سمير موسى, رئيس لجنه المرأة لجمعيه روح المحبه الثقافيه. روح الحب الثقافيه. وبالتاكيد احنا هيبقى لنا حلقات كتير ان شاء الله. يا رب تبقى روحنا دايما كده بحب. يا رب. وعزيزي بشكرك جدا على يعني كلامك الحلو اللي جاي من القلب لقلب كده. يا رب يكون وصل للناس. مش قصدنا والله حاجه يعني. بالعكس انا بحب لغه الحوار الصريح. انا مش بحب التجمل ولا التصنع. أيوة. في الحوار اصلا. ربنا يكرمك ويوفقك دايما في حياتك ان شاء الله. ويوفق كل المرأة او كل امهات. احنا هنقول امهات اكتر يعني, لان دول بيبقوا عليهم. وفقهم كلهم دايما يا رب. وانا هكافئك على الكلام انت قلتيه في الاخر كويس. خليك انت في الحلقه. الكلام انت قلتيه في الاخر ده كويس قوي. في انت الحلقه. الله يا سلام. ده بيدي اوردر. يا نهار. طب بكافئك يعني. بشكر كل اعزائي المشاهدين وبشكرك دكتور علاء. احنا
احنا برضو صباح الفل عليك. صباح الفل على كل الناس، ويا رب تبقى دايما على بعض على طول على المصطبه كده وحوارنا مفتوح وكل مره، وخصوصا مولد النبي جاي، فكل سنه وحضرتك طيبين. كل سنه وانتم طيبين.